أهلا بحضراتكم إلى هذه التغطية المستمرة معكم على شاشة أكسترا نيوز لمتابعة أهم وآخر المستجدات. سأكون معكم على مدار هذه الساعة، أنا إنجي طاهر. أكد مصدر رفيع المستوى لأكسترا نيوز أن الرئيس السيسي يتابع كثب أزمة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، وأصدر توجيهاته للحكومة بالعمل الفوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات الانقطاع والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن. هذا وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا لمناقشة حلول مشكلة انقطاع الكهرباء وسبل تخفيض فترة تخفيف الأحمال والتوصل إلى حلول جذرية للأزمة. وشهد الاجتماع استعراض عدد من الإجراءات التي تم على الفور البدء في تنفيذها بما يسهم في الحد من هذه المشكلة وصولا لحلها بصورة كاملة. ومن المقرر أن يدلي رئيس الوزراء بتصريحات تلفزيونية اليوم لشرح أبعاد المشكلة وخطة الحكومة لمواجهتها. وأكد مدبولي أن الحكومة تدرك جيدا أبعاد الأزمة الحالية، وكانت هناك جهود خلال الفترة الماضية، والدولة بمختلف أجهزتها المعنية تعمل على إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن. لفت كذلك إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة العمل على إنهاء أزمة انقطاع الكهرباء من خلال اتخاذ القرارات الكفيلة بتخفيض فترات انقطاع التيار الكهربائي، مع ضرورة وضع مختلف الآليات الممكنة من أجل إنهاء هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن، مضيفا أن الحكومة تسعى حاليا لوضع الآليات التي تضمن إنهاء الأزمة بالتنسيق مع الوزارات والأجهزة المعنية. معنا عبر الهاتف الدكتور أسامة سعيد رئيس تحرير الأخبار، أهلا وسهلا يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وأنا بكل السادة المشاهدين. دكتور، طبعا يعني تابعنا الاستياء الشديد من قبل المواطنين جراء أزمة الكهرباء وتداعياتها على الحياة اليومية للمواطن، وتابعنا اليوم كذلك التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. ما أصداء هذا الاجتماع وهذه التصريحات حتى الآن؟ هل لمستم حتى الآن تفاعل تجاه ما صرح به رئيس الوزراء؟ يعني اولا بالتاكيد موضوع الانقطاع المتكرر للكهرباء وفترات تخفيف الاحمال هي مساله مزعجه للجميع بالتاكيد، لانه في النهايه الجميع يريد خدمات مستقره، يريد ان ينعم بكل سبل تيسير الحياه، خاصه في ظل الموجه الحاره اللي بتعيشها البلاد. واعتقد انه الدوله المصريه وفرت امكانيات على مدى السنوات الماضيه، امكانيات في مساله التوليد ومساله محطات انتاج الطاقه، حتى انه انتاجنا يفيض عن الاحتياج ويمكن ايضا تصديره للخارج. لكن المشكله دايما كانت في الضغوط التي تواجهها مسألة توفير كميات من الطاقة تلبي الاحتياج لهذه المحطات من أجل إنتاج الكميات الكافية للطاقة، خاصة في مع زيادة الأحمال الكبيرة بسبب المتغيرات الجوية، بسبب موجات الحرارة الشديدة. كل هذه الأمور بالتأكيد بتمثل ضغط كبير على مولدات الطاقة أو محطات توليد الطاقة. وأعتقد أيضا أنه العالم كله بيواجه أزمات في الفترة الماضية، وشفنا عدد كبير من الدول سواء حول العالم أو حتى في المنطقة، وبعضها دول غنية بالبترول وبالنفط، بتلجأ إلى تخفيف الأحمال لمواجهة أعباء زيادة الإنتاج في فترات الذروة. وبالتالي أعتقد أنه بالفعل المواطن المصري مستعد أن يتحمل، المواطن المصري مستعد أن يتجاوب مع الإجراءات، لكن محتاج لمزيد من الشفافية، مزيد من الشرح، مزيد من التوضيح أنه هذه المشكلة مشكلة مؤقتة، أنه هذه المشكلة في طريقها إلى الحل، إيه هي الحلول العملية لمواجهة هذه الأزمة. وأعتقد أن ده ما طالب به سيادة الرئيس في أكثر من مناسبة، بأن يخرج المسؤولون ليشرحوا أبعاد هذه المشكلة والحلول الجاري تنفيذها.
واعتقد ان المواطن المصري مواطن واعي، مواطن لديه من الرؤيه ولديه من المتابعه ما يكفي ليجعله مقتنع بالحلول التي يجري تنفيذها. المهم ان تقدم بشفافيه وبوضوح وباطار زمني قابل للتطبيق. اعتقد وفي الاطار الزمني دكتور مصطفى مدبولي يتكلم النهارده عن انه الاسبوع الثالث من شهر يوليو سيشهد نهايه هذه الازمه، او سيشهد يعني تحسن ملحوظ بشكل كبير في هذه الازمه. ويمكن ممكن نربط بين ده وبين تصريحاته كذلك انه شحنات المازوت ستبدا في الوصول الى مصر مطلع الاسبوع القادم. ما هي خطه العمل في هذه النقطه تحديدا يا دكتور؟ يعني زي ما قلت لحضرتك، المشكلة ليست في المولدات أو ليست في محطات الإنتاج وليست في شبكات النقل، هذه الأمور متوفرة وبقدرات تفيض حتى عن الاحتياج. المشكلة دائما كانت في توفير الطاقة أو توفير احتياجات هذه المحطات، خاصة في ظل التزايد الإقبال وفي ظل أيضا الأزمة التي واجهناها على مدى الأشهر الماضية فيما يتعلق بتوفير النقد الأجنبي. الحمد لله الأمور بتسير من خطوة جيدة إلى أحسن، وبالتالي مع تحسن موارد أو تدفق موارد النقد الأجنبي بيتحسن أيضا توريد كميات إضافية من المازوت ومن الخامات المطلوبة لإنتاج الطاقة في هذه المحطات. أعتقد أن دي مسألة مهمة جدا. زي ما قلت، المواطن المصري مستعد أن يتفاعل إيجابيا مع أي إجراءات تقوم بها الدولة وتقدمها الحكومة، بشرط أن تكون مدرجة وفق جدول زمني واضح وشفاف وملزم بالنسبة للحكومة. أعتقد أن ده ما حاول دكتور مصطفى مدبولي أن يركز عليه اليوم، مع تحسن أيضا الأوضاع فيما يتعلق بالكميات الواردة وانتظام هذه الكميات الواردة. أعتقد أنه هتكون لدى محطات التوليد احتياجاتها الكافية لإنتاج الطاقة، رفع كميات المولدة، وبالتالي تقليل ساعات الانقطاع وربما انتهاء الأزمة بشكل كامل بمشيئة الله. أعتقد أن دي مسألة مهمة جدا، أنه يبقى دائما هناك مصارحة وهناك شفافية. الأمر الآخر أيضا مسألة مهمة ويجب أن نأخذها في الاعتبار، أنه استيراد كميات إضافية من الطاقة ربما يحمل المواطن أعباء إضافية، لأنه في النهاية تكلفة إنتاج الطاقة تكلفة إنتاج الكهرباء تكلفة كبيرة، واستيراد كميات إضافية من الوقود ده بيزيد من الأعباء على الدولة، وبالتالي البديل الآخر هيكون رفع الأسعار على المواطن. وهذه مسألة أيضا أعتقد أنه من المهم أنه يبقى في مراعاة لهذا الأمر، والدولة ربما لجأت إلى تخفيف الأحمال في بعض الفترات حتى لا تلجأ إلى خيار رفع الأسعار، وحتى تخفف العبء عن المواطن وعن كاهل المواطن. أعتقد أنها بالفعل معادلة صعبة، لكن في النهاية الجميع يدرك تماما أن ما يجري هو مسألة مؤقتة، هي مسألة مرتبطة ببعض الاختناقات في توفير الوقود لدى محطات التوليد، ولكنها كما قلت مسألة مؤقتة وتنتهي قريبا إن شاء الله. ونأمل جميعا أنه يتم الالتزام بهذا الجدول للتخفيف عن المواطنين في كل المحافظات، وأتصور أنه هذا الأمر سيفي أو سيتحقق قريبا، خاصة في ظل التوجيهات الرئاسية اللي شفناها النهاردة لضرورة مراعاة هذا البعد والتقليل من فترات تخفيف الأحمال ومراعاة احتياجات المواطنين. أعتقد أنه في ظل هذا التكليف وفي ظل هذا التوجيه الرئاسي، أتصور أن الحكومة ستكون لديها حلول ناجعة في الفترة المقبلة بمشيئة الله. يمكن جزء من هذه الحلول اللي تحدث عنها رئيس الوزراء اليوم يا دكتور أسامة، أنه زيادة الاحتياطيات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300,000 طن بقيمة 180 مليون دولار تم توفيرها. ده يمكن الربط بينه وبين مسألة توفير طبعاً العملة الصعبة لحلحلة هذه الأزمة بشكل أو بآخر، وأنه ده طبعا بيأتي جنبا إلى جنب مع الهامش الزمني اللي تحدث عنه رئيس الوزراء. حضرتك تطرقت لمسألة توفير العملة الصعبة وأهميتها طبعا في هذه المعادلة بشكل عام. وجهة نظرك كيف سيتم إدارة يعني استخدام أو خصخصة هذه الموارد الدولارية لهذا الملف تحديدا في الأسابيع القادمة علشان نقدر نلتزم بالهامش الزمني زي ما حضرتك ذكرت؟ طبعا المسألة كلها مرتبطة ببعضها زي ما أوضحت لحضرتك. المسألة لا تقتصر فقط على قدراتنا الذاتية في الإنتاج، لكنها بترتبط أيضا بعناصر أو مدخلات إنتاج بنحتاج إلى استيرادها من الخارج. الحمد لله بعد أو في خلال الأسابيع الماضية
شهدنا انفراجة كبيرة في توفير الموارد الدولارية، وأعتقد أنه هناك إجراءات ومزيد من الإجراءات التي تتخذ من أجل ضمان استدامة تحسن الموارد الدولارية، سواء من خلال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سواء من خلال توفير بعض المصادر الأخرى فيما يتعلق بتحويلات المصريين من الخارج، فيما يتعلق بإيرادات الدولة السيادية من مواردها الدولارية. نأمل أيضا أن يتحسن الدخل من السياحة، لكن للأسف الشديد احنا بنعاني وبنعيش في إقليم مضطرب، وهذه الظروف الإقليمية بتلقي بتبعاتها على الموارد الدولارية للدولة المصرية. ويجب أن يدرك الجميع أن المسألة زي ما قلت مرتبطة ببعضها البعض. احتياجاتنا، توفير احتياجاتنا من الوقود ومن الطاقة، بيتطلب استيراد كمية بعملات أجنبية، هذه العملات الأجنبية بتتعرض لضغوط نتيجة الظروف الإقليمية وظروف اقتصادية معينة بيمر بها العالم وبيمر بها الإقليم، وبالتالي بتلقي أيضا بتبعات وبضغوط على الواقع الداخلي. وبالتالي أتصور أنه إحنا محتاجين مزيد من المصارحة، مزيد من الشفافية، مزيد من إعلان الحقائق للرأي العام. هذا الأمر ربما يساهم في تحمل المواطن، ربما يساهم في تفهم المواطن لهذه الأعباء وهذه الضغوط، وبالتالي يتجاوب بشكل أكثر إيجابية مع هذه الإجراءات. لكن أعتقد أنه الحكومة مدركة تماما لأهمية أن تكون هناك استدامة في تأمين الاحتياجات الدولارية لهذا القطاع الحيوي، لأن احنا مش بس بنتكلم على الاستخدام المنزلي، احنا أيضا كمان بنتكلم على توفير الطاقة للصناعة، وهذه مسألة أيضا لها بعد اقتصادي مهم فيما يتعلق بالصادرات، فيما يتعلق بتوفير احتياجات السوق من السلع والمنتجات. وبالتالي أعتقد أنه هيكون لها الأولوية، ويمكن رئيس الوزراء النهاردة في المؤتمر الصحفي أشار إلى هذا البعد، أنه هيكون في أولوية لتوفير الاحتياجات الدولارية، لتوفير مدخلات الطاقة المطلوبة لمحطات الانتاج حتى يتحسن الانتاج في الفترة المقبلة وتقل ساعات تخفيف الأحمال، وبالتالي أيضا يشعر المواطن والمنتج في القطاع الصناعي بتحسن كبير يلقي بظلاله أيضا على تحسن معدلات الانتاج والتصدير في الفترة المقبلة. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا الدكتور أسامة السعيد رئيس تحرير الأخبار على هذه المداخلة. في ذات السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لا توجد بها أزمة توليد طاقة أو نقل أو توزيع على الإطلاق، مشيرا إلى أن هناك ضغط على الموارد الدولارية لتوفير الوقود المطلوب لمحطات الكهرباء. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع عدد من الوزراء المعنيين بأزمة الكهرباء، أكد مدبولي أن هناك خطة لإنهاء مشكلة تخفيف الأحمال مع نهاية العام الحالي. مع الزيادة اللي بتحصل في عملية الاستهلاك ومعدلات الاستهلاك المرتبطة بالتنمية الكبيرة اللي حصلت في البلد وزيادة السكانية وكل الكلام ده، بقى هناك ضغط كبير على الموارد الدولارية علشان ندبر الحجم المطلوب عشان نضمن ان احنا نشغل الكهرباء على مدار 24 ساعة. احنا ما عندناش أزمة توليد طاقة على الإطلاق ولا نقل ولا توزيع في الشبكات، ولكن هي مشكلة تدبير الوقود. محطات الكهرباء بتشتغل على مكونين أساسيين، المازوت والغاز الطبيعي. فالحقيقة يمكن احنا حاطين الخطة بتاعتنا على أساس ان احنا فعلا نحاول نفضل ملتزمين بموضوع الساعتين الانقطاع ان شاء الله على الهدف ان احنا قبل نهاية هذا العام نكون بنتوقف تماما عن موضوع تخفيف الأحمال، لان عارفين ان هو مش فقط بيمس المواطن، ولكن ايضا بيمس القطاعات الاخرى، قطاعات الصناعة وقطاعات الاستثمار، وبنبقى واعيين تماما، وبنبقى يعني مش عايزين على الإطلاق ان اي مصنع يتضرر او يتأثر من موضوع إيقاف الغاز ليه بسبب هذه الأزمة الموجودة. وأكد رئيس مجلس الوزراء على توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استباقية للتخفيف من فترة قطع الكهرباء خلال فصل الصيف، معلنا أنه تمت الموافقة على تعزيز الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بنحو 300 ألف طن إضافية ستبدأ في الوصول مطلع الأسبوع المقبل بقيمة الإجمالية تصل إلى 180 مليون دولار. شهر يونيو اللي احنا الشهر اللي فيه حصل فيه ثلاث موجات حارة غير مسبوقة إذا قارناها بالشهور السنين اللي فاتت، ثلاث موجات حارة. طبعا كان منهم الموجة اللي حضركم أكيد حسيتوا بيها في وقت أجازة عيد الأضحى، وكانت يعني شديدة الصعوبة، ودرجات الحرارة كانت كلها فوق الأربعينات 42 و43، ويعني
سجل في أسوان رقم قياسي تجاوز 50 درجة مئوية، ومع ذلك كنا حريصين وعلى يعني متابعة مع الوزراء وكل العاملين في الوزارتين ان احنا نفضل على موضوع ساعتين فقط تخفيف الأحمال او قطع الكهرباء. اللي حصل بعد أجازة العيد مباشرة حصلت موجة أخرى للأسف شديدة الحرارة، وما زالت موجودة لغاية النهاردة، وإحنا موجودين النهاردة الحرارة في الخارج مسجلة أكتر من 41 أو 42. إنما اللي حصل على مدار اليومين اللي فاتوا إن طبعا تواكب هذا الموضوع مع عودة طاقة العمل بكاملها في كل أنحاء الدولة سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، فابتدينا سجلنا على مدار اليومين اللي فاتوا حجم سحب أو استهلاك للطاقة الكهربية غير مسبوق. يعني إحنا امبارح قبل ما تحصل الأزمة اللي أنا هشرحها لحضراتكم كنا اقتربنا من 36 جيجا استهلاك كهرباء قبل ما تحصل الأزمة اللي حصلت في منتصف اليوم. معنا عبر الهاتف الدكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي، اهلا وسهلا يا دكتور. لو هنتحدث عن تاثيرات هذه الازمه على الصناعه على الاستثمار، هي طبعا تاثيرات مهمه للغايه، ولكن في ظل وضع ذلك في الاعتبار، كيف تقيم الهامش الزمني اللي تم الحديث عنه اليوم؟ نتحدث عن الاسبوع الثالث من شهر يوليو لحلحله هذه الازمه، الى اي مدى يمكن ان يؤثر هذا في التاثيرات اللي بنتحدث عنها؟ بداية نترقب على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. كل تأكيد التوجه اللي قامت به الحكومة هو بيدي دايمنشن أو اتجاه لكل المتعاملين ومتأثرين بقطاع الطاقة بشكل كبير إن هم يستجيبوا للقدرات المتاحة للأحمال الكهربائية. وبالتالي التصريح يجي في إطار إنه الإفصاح عن الإطار الزمني اللي ممكن نتعرض إليه إلى أحمال زيادة، ده يدي فرصة أكثر للمؤسسات اللي بتعتمد على الطاقة في الصناعة والمصانع إلى آخره إن هي تكيف آلة الإنتاج اللي عندها أو ساعات العمل لديها إن هي ممكن تكون متأخرة شوية في وقت غير وقت الذروة إلى آخره. ده يدي تحية كمان للجهات المعنية في أو محطات الكهرباء إن هي تخفف عنها الأحمال في الأوقات اللي بيكون فيها ارتفاع لدرجات الحرارة. أعتقد المدى الزمني هو في استجابة سريعة، وده هيدي فرصة أكثر للتكيف مع الوضع الراهن، خصوصا أننا بنشهد ارتفاع غير مسبوق على الإطلاق بالنسبة لدرجات الحرارة، ويمكن ده بيرجع بالأساس طبعا للتغيرات المناخية اللي احنا بنعاني من أثرها الآن. طب دكتور، دلوقتي الحديث عن الموارد الدولارية هو طبعا مفتاح يعني محوري في هذا الملف. حضرتك اتكلمت عن الارتفاع الغير مسبوق في درجات الحرارة، وبالتالي ارتفاع غير مسبوق في زيادة الأحمال. بنتكلم عن ورئيس الوزراء اتكلم عن عدم توافر الموارد الدولارية أو يعني كيفية إدارة الموارد الدولارية لتحصيل الوقود المخصص لمحطات توليد الكهرباء، وهو ده اللي هيحل المشكلة. حضرتك شايف كيفية إدارة هذه الموارد الدولارية اللي عليها ضغط في هذه المرحلة بسبب هذا الملف هيكون إزاي علشان يتم الالتزام بالهامش الزمني اللي تحدث عنه رئيس الوزراء اليوم؟ أنا في اعتقادي وتقديري أنه إحنا ما فيش أزمة السيولة الدولارية، ولكن الإطار كله بيجي في إطار التنسيق ما بين الجهات المعنية والأرصدة المستحقة على الجهات المعنية وبعضها عشان نقدر إن احنا نوفر سيولة أو تردد للمشتريات الخاصة بمستلزمات هذه المحطات. فإذا احنا بنتكلم على هل هناك توفر للحصيلة الدولارية تغطي احتياجاتنا؟ نعم، هناك توفر كامل للحصيلة الدولارية. طيب هل هناك احتياج للتنسيق ما بين الجهات المعنية وبعضها وما بين وزارة البترول؟ نعم، احنا في امس الحاجة لعملية التنسيق، واعتقد اجراءات الحكومة الفترة المقبلة هتكون في هذا الاطار بشكل كامل، بحيث ان احنا نتلاشى ونتلافى اي حدوث لضغوط مرة تانية على المستلزمات لانتاج الطاقة مرة تانية.
طب دكتور، في نقطة كخبير اقتصادي شايفها ازاي او شايف تأثيراتها ازاي؟ مسألة انه سيتم غلق المحال التجارية في 10 مساء لترشيد استهلاك الطاقة اعتبارا من الشهر المقبل، كخبير اقتصادي لو تشرح للمشاهد يمكن بشكل مبسط الساعة دي هتفرق قد ايه؟ بكل بساطة هي العملية عملية تنسيق للتشغيل، بمعنى انا في مطلع الحديث كنت بكلم حضرتك على انه لمجرد اعلان الحكومه عن اطار زمني وهنحل المشكله معناه انه اصحاب المصانع هيوفقوا اوضاعهم وفقا للساعات الذروه ويتجنبوها في زياده الضغط على استهلاك الكهرباء. هو ده بيجي في هذا الاطار بحيث انه الرقم او حجم الطاقه او حجم المازوت او الغاز اللي ممكن نحتاجه لتوفير الطاقه في الساعه ده هيوفر لتاني يوم في وقت ممكن يكون فيه ارتفاع لدرجات الحرارة ومتطلبات لتشغيل أكثر لهذه المحطات بكفاءة أعلى. عشان كده عملية تنسيق التشغيل لكافة الأنشطة الاقتصادية بيكون مهم جدا في الأوقات الحرجة، سواء كانت أوقات حرجة متعلقة بزيادة ارتفاع درجات الحرارة من جهة أو حتى ضغط على الموارد اللي موجودة ومن ضمنها الطاقة من جهة أخرى. طب دكتور، النهاردة دكتور مصطفى مدبولي يتحدث عن توجيهات لوزير البترول بالتعاقد الفوري لاستيراد المنتجات البترولية للحد من أزمة انقطاع الكهرباء. إيه أهم المصادر اللي هنتم يعني هيتم التعامل معها أو استيراد هذه المنتجات البترولية منها، خاصة إذا وضعنا في عين الاعتبار خروج أحد الحقول المجاورة عن الخدمة؟ ده أكيد أثر في هذه المرحلة تحديدا، فالمصادر اللي هنتوجه لها في الفترة القادمة هتكون إيه؟ خلينا برضو نبقى يعني مطمئنين ومتفائلين بشكل كبير، لانه عمليه المشتريات الحكوميه او المشتريات اللي بتقوم بها الحكومات عموما من البترول ومشتقات ومن الغاز ومشتقات ومن كافه عناصر انتاج الطاقه بيكون بشكل مزمن. يعني التوجيه النهارده على التعاقد الفوري معناه او في تقديري انه هو هيفاضل ما بين الخيارات المتاحه. السوق الدولي مفتوح وموجود بشكل كبير، ويمكن الاسعار بتشهد خلال الفتره الحاليه استقرار واضح في الانتاج على المستوى العالمي، وده هيدينا فرصه ان احنا نحصل على اسعار تعد اسعار تنافسيه، خصوصا لو احنا بصينا بعين الاعتبار او ركزنا على سوق الطاقه وبالتحديد سوق الغاز هنلاقي ان هو في المنطقه او في العالم في الوقت الراهن الى حد كبير متوفر ومفيش ازمه على المستوى العالمي، وبالتالي هيدينا فرصه ان احنا نفاضل ما بين خيار واكثر من الخيارات اللي موجودة خلال الفترة الثلاث شهور الحاليين لحين دخول الحقول مرة ثانية أو الإعلان عن كشف لي أو اكتشافات جديدة للغاز. خصوصا هنا في نقطة مهمة محتاجين احنا نسلط الضوء عليها، عملية الكشف عن البترول والغاز بالتحديد في ظل الظروف المناخية الشديدة والغير مسبوقة ده بيعرض هذه الحقول ان هي تخرج عن الخدمة. ده مش معناه انه ما فيش غاز او مش معناه انه ما فيش احتياطات، لا، معناه انه لسلامة الموقع ولسلامة هذه الحقول لأسباب تقنية بحتة، طبعا تقنية بحتة وليست خاصة بالاحتياطات. عشان كده احنا بنتكلم على اثر عارض مش مستمر، وخصوصا نقدر نتغلب عليه طالما هناك سيولة دولارية كافية لتلبية هذه الاحتياجات. طيب، يمكن ده ينقلنا للحديث يا دكتور عن نقطة متعلقة بالمازوت. النهاردة تم الحديث طبعا بشكل مكثف عن المازوت، رئيس الوزراء اتكلم عن انه قرر زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300,000 طن بقيمة 180 مليون دولار تم توفيرها في الحال، وانه نحتاج لمنتجات بترولية بقيمة مليار دولار بخلاف ال 180 مليون، وانه طبعا اول شحنة من المازوت هتوصل في خلال اسبوع. ما الجدوى الاقتصادية من هذا الاعتماد على المازوت؟ قد ايه بيلعب دور، خاصة انه تكلفة الغاز اكيد مختلفة عن تكلفة المازوت، خاصة انه بعض يعني الغاز اللي كان بيجي عبر الانابيب من الحقل المجاور اللي خرج عن الخدمة كان اكيد اقل تكلفة من غاز من مصادر اخرى. فلو تكلمنا بشكل مبسط عن الجدوى الاقتصادية للاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء. هو هنا بالفعل بيجي العائد والتكلفة، بمعنى أنا النهاردة لو هشتري ولكن السعر ممكن قد يكون إن هو أعلى نسبيا من إنتاجي نفسي بهذا المورد من الموارد اللي حضرتك ذكرتيها، ولكن الجانب الثاني قد إيه ممكن يتأثر أو يؤثر على المواطنين أو يؤثر على المرافق الحيوية زي المستشفيات أو هيأثر على عجلة الإنتاج في المصانع.
فهنا بيكون المفاضلة ما بين العائد والتكلفة اللي ممكن تكون موجودة. عشان كده الحكومات دايما بتلجأ إلى أن هي يكون عندها احتياطات استراتيجية من أنماط مختلفة من مصادر الطاقة اللي بتخش عشان نولد بها الطاقة، زي ما حضرتك تفضلت المازوت أو الغاز أو خليط ما بين الاثنين، عشان نقدر أن احنا يكون في نوع من الحد الممكن والمتاح أن احنا نستمر به في وقت الأزمات. عشان كده هنلاقي أنه المستشفيات خلال حتى ساعات الذروة إن كان في قطع للكهرباء فهتكون في أضيق الحدود، ويكون في تغذية بمولدات كهربائية مستمرة على طول. المناطق اللوجستية والحيوية اللي موجودة في الدولة هتكون بنفس السياق أو التعامل معها في هذا الإطار. الحديث كله على إنه يكون في استمرار لمد الكهرباء وما يكونش فيه انقطاع أو عملية تخفيف أحمال على الإطلاق. عشان كده بضوء المتاح من الاحتياطات الاستراتيجية اللي ممكن نعتمد عليها خلال الفترة اللي موجودة، تم الإعلان على أنه في الأسبوع الثاني أو الثالث في الشهر المقبل أنه هيتم الانتهاء تماماً من عملية تخفيف الأحمال. ده في ضوء إيه؟ في ضوء التعاقدات اللي ممكن تكون تمت بالفعل وزمن وصول الشحنات اللازمة، إلى جانب الاحتياطات اللي ممكن تمشينا خلال الفترة أو المرحلة الانتقالية اللي ظرفها في حدود الأسبوع أو الأسبوعين على الأكثر. ودايما يا دكتور فكرة تنويع مزيج الطاقة يعني هي فكرة مهمة وبرزت أهميتها أكثر في الفترة الأخيرة على المستوى العالمي. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور فرج عبد الله الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة. أكد دكتور مدبولي رئيس الوزراء اليوم كذلك وضع خطة استباقية واستثنائية لتخفيف قطع الكهرباء خلال موجات الحر التي تتعرض لها البلاد، مشيرا إلى أن الدولة تحتاج إلى نحو مليار دولار لتجاوز أزمة انقطاع الكهرباء خلال أشهر الصيف، وسيتم توفيرها بشكل فوري لبدء استيراد شحنات الوقود. احنا كلنا عارفين ان مصر يعني ربنا حبيها بحجم من الغاز والطاقة، واحنا الحقيقة في اطار خطة الدولة ان احنا نكون مركز اقليمي لتداول الطاقة وبالذات الغاز وتسهيل الغاز وتصديره وتداوله، مصر في لديها شبكة اقليمية بتربطنا بدول الجوار. الشبكة دي ببساطة شديدة بتفيد الدول كلها مع بعضها البعض، بحيث في أوقات لما بيبقى في دول عندها فائض في الإنتاج اللي عندها بتقدر تصدره من خلال هذه الشبكة الإقليمية لبقية الدول، بحيث إن إحنا بنقول مصر مركز إقليمي. فإيه اللي بنعمله؟ بناخد حتى الغاز اللي من الدول الجوار بيتعمله تسهيل عندنا في محطات التسهيل بتاعتنا الرئيسية، وبنقدر يتصدر من خلالنا لبقية دول العالم. وبالتالي مصر بتبقى أحيانا وبالذات في فترة الشتاء بيبقى لدينا فائض وبنقدر ان احنا نصدره، لكن على العكس لما بيجي فترة الصيف احنا بيبقى كم انتاجنا النهاردة ومع 3-4 سنين اللي فاتوا مع زيادة حجم الطلب والاستهلاك الكبير جدا اللي بقى موجود، توقفنا تماما على التصدير في الصيف، وبقينا كمان بناخد او بنستورد من الدول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي به الاحتياجات الداخلية للدولة المصرية. يعني الشبكة بتشتغل على الناحيتين، انها بنصدر وفي نفس الوقت بنستورد من خلالها. اللي حصل امس الحقيقة ان احد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الاقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة وحصل فيه عطل فني فتوقف لأكثر من 12 ساعة. وقال مدبولي إن مصر مرت بثلاث موجات حارة غير مسبوقة خلال شهر يونيو، مشيرا إلى حجم استهلاك الكهرباء يوم الاثنين الماضي قد قارب 36 جيجاوات. الحقيقة معالي الوزراء مع الزملاء عملوا الدراسات بتاعتهم وحجم الكميات المنتجات المطلوبة، وجم وقالوا لي بصورة مبدئية احنا محتاجين منتجات بمليار دولار أمريكي، ده غير ال 180 مليون اللي احنا دبرناهم من 48 ساعة. يعني احنا بنتكلم في إجمالي مليار و 180 مليون دولار النهاردة هنخصصهم كدولة علشان نتجاوز فترة الصيف في خلال الفترة الجاية. الرقم ده 57 مليار جنيه، لكن اللي يهمنا ان هو لازم المواطن المصري يبقى عارف ان هو الدولار هو الأهم، لان ده هندبره من الموارد الدولارية بتاعت الدولة المصرية خلال هذه الفترة المهمة جدا. هذا الرقم
بناء على هذا العرض ومراجعته مع السادة الوزراء اليوم، وجهت السيد وزير البترول بالبدء الفوري في التعاقد على هذه الشحنات عشان نستقدمها بصورة فورية علشان نعدي فترة الصيف. وتم التنسيق مع السيد وزير المالية علشان يدبر المبالغ بالجنيه المصري، وبالتنسيق مع السيد محافظ البنك المركزي أيضا عشان ندبر المعادل لهم بالدولار. النقطة طبعا ان هذه الشحنات ما نقدرش ان احنا بنجيبها مرة واحدة في يوم، او ده بتبقى بتاخد وقت في التعاقدات. وبناء على هذا الكلام وتقدير السيد وزير البترول قال لي ان احنا هنكون قادرين ان احنا نصل الى الحجم الكامل لهذه الشحنات اللي تمكننا من وقف قطع الكهرباء بالكامل طوال فترة الصيف مع الاسبوع الثالث من شهر يوليو. يبقى احنا ان شاء الله اللي هنعمله من النهاردة لغاية الاسبوع الثالث من شهر يوليو، الكام يوم اللي فاضلين من هذا الاسبوع هنضطر اسفين ان احنا نستمر على قطع 3 ساعات في اليوم، اللي هو تخفيف الاحمال 3 ساعات. وان شاء الله اعتبارا من الاسبوع القادم هنرجع تاني للساعتين، وتدريجيا اللي هو الاسبوع القادم ده هيبقى بداية يوليو لغاية الاسبوع الثالث من يوليو ان شاء الله مع وصول كل الشحنات والمنتجات المطلوبة هنبدأ بإذن الله نوقف تماما قطع الكهرباء طوال فترة الصيف لغاية ما ينقضي الصيف. كما أشار مدبولي إلى تعطل أحد حقول الغاز في دول الجوار ضمن منظومة الشبكة الإقليمية للربط الكهربائي لنحو 12 ساعة، وهو ما تسبب في زيادة فترات تخفيف الأحمال بشكل غير متوقع. احنا كلنا عارفين ان مصر يعني ربنا حبيها بحجم من الغاز والطاقة، واحنا الحقيقة في اطار خطة الدولة ان احنا نكون مركز اقليمي لتداول الطاقة وبالذات الغاز وتسهيل الغاز وتصديره وتداوله. مصر في لديها شبكة اقليمية بتربطنا بدول الجوار. الشبكة دي ببساطة شديدة بتفيد الدول كلها مع بعضها البعض، بحيث في اوقات لما بيبقى في دول عندها فائض في الانتاج اللي عندها بتقدر تصدره من خلال هذه الشبكة الإقليمية لبقية الدول، بحيث ان احنا بنقول مصر مركز إقليمي. فايه اللي بنعمله؟ بناخد حتى الغاز اللي من الدول الجوار بيتعمل له تسهيل عندنا في محطات التسهيل بتاعتنا الرئيسية، وبنقدر يتصدر من خلالنا لبقية دول العالم. وبالتالي مصر بتبقى احيانا وبالذات في فترة الشتاء بيبقى لدينا فائض وبنقدر ان احنا نصدره. لكن على العكس لما بيجي فترة الصيف احنا بيبقى كم انتاجنا النهاردة ومع 3-4 سنين اللي فاتوا مع زيادة حجم الطلب والاستهلاك الكبير جدا اللي بقى موجود، توقفنا تماما على التصدير في الصيف، وبقينا كمان بناخد او بنستورد من الدول الجوار حجم لا بأس به عشان نغطي به الاحتياجات الداخلية للدولة المصرية. يعني الشبكة بتشتغل على الناحيتين، انها بنصدر وفي نفس الوقت بنستورد من خلالها. اللي حصل امس الحقيقة ان احد الحقول اللي في دول الجوار اللي مرتبطة وبتضخ بصورة كبيرة جدا داخل الشبكة الاقليمية وبنستفيد منها خرج من الخدمة، وحصل فيه عطل فني فتوقف لاكثر من 12 ساعة. وقال رئيس مجلس الوزراء إنه وجه وزير التنمية المحلية بمجموعة من الإجراءات لترشيد الكهرباء، منها غلق المحال التجارية في 10 مساء اعتبارا من الشهر المقبل لترشيد استهلاك الكهرباء، كما طالب المواطنين بالمساعدة في ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المنازل. احنا حريصين كل الحرص على تجاوز هذه الأزمة. الخطة واضحة جدا بالنسبة لنا، هي القضية كلها قضية تدبير الموارد المالية اللي تشغل المحطات بكامل طاقتها. وايضا مع هذا الكلام واحنا كدولة هنكون ان شاء الله ملتزمين بهذا الموضوع، ولكن ايضا اللي حابب ان انا انهي بيه كلامي ان لازم يبقى معاها ايضا خطة ترشيد. والحقيقة يمكن عشان هذا الموضوع يعني انا طلبت من السيد وزير التنمية المحلية ان احنا هنبدأ اولى خطوات عملية الترشيد، بان احنا هيتاخد القرار ان اعتبارا من اول الشهر القادم ان المحلات التجارية كلها تغلق الساعة 10 مساء في كل انحاء الجمهورية. انا بتكلم هنا على المحلات التجارية المنفردة اللي بتبقى في الطرق والشوارع او المولات، فيما عدا طبعا الصيدليات والسوبر ماركتس وايضا المطاعم، ودي هتبقى بحد اقصى بتغلق الساعة 1 صباحا.
ده هيبقى جزء يساعد في عملية الترشيد. ولكن أيضا يعني أنا كل اللي بطلبه أيضا من المواطنين أنه يساعدونا في عملية الترشيد داخل المنازل وفي كل المنشآت، لأن ده بيساعدنا كدولة أيضا أن احنا نقلل من حجم المنتجات اللي احنا بنستوردها النهاردة. احنا الحمد لله وكل المواطنين عارفين احنا تجاوزنا الحمد لله الأزمة الاقتصادية الخانقة اللي كنا بنمر بيها منذ شهور، وكل المتبقي قدامي أنا كحكومة النهاردة أحل مشكلة قطع الكهرباء، ودي إن شاء الله زي ما بقول لحضراتكم حاطين لها الخطة بتاعتها، وإن شاء الله ربنا هيقدرنا وحننفذها عشان يبقى كده تجاوزنا الأزمة الكبيرة اللي احنا كنا بنمر بيها على مدار الفترة السابقة، ويبقى كل تركيزنا المرحلة القادمة هو عودة الاقتصاد المصري للتعافي والانطلاق ويحقق معدلات نمو عالية ويجذب استثمارات كبيرة، ودي هي خطة الحكومة في خلال الفترة الجاية. كما وجه رئيس الوزراء الاعتذار للشعب المصري على أزمة انقطاع الكهرباء خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن الحكومة بدأت بالفعل في اتخاذ خطوة لحل الأزمة. يعني بوجه اعتذاري للشعب المصري على الأزمة اللي حصلت امبارح واللي أنا شرحتها بالتفصيل، وإن شاء الله بإذن الله ربنا ما يكتب علينا مرة أخرى هذه الأزمة، وإحنا إن شاء الله بالخطوات اللي إحنا عرضتها لحضراتكم هنكون قادرين بإذن الله يبقى عندنا كل الخطوات الاحتياطية اللي تمكننا إن شاء الله إن هذه الأزمة بإذن الله ما تتكررش. معنا عبر الهاتف الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي، أهلا وسهلا يا دكتور. في البداية لو نتحدث عن النقطة يمكن المحورية في هذا الملف وهي الموارد الدولارية. طيب فقدنا الاتصال بالدكتور محمد الكيلاني، سنحاول طبعا إعادة التواصل معه مرة أخرى. في ذات الشأن أعلن وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد تعهد الحكومة أمام مجلس النواب بتقليل تخفيف الأحمال في الكهرباء اعتبارا من الأول من يوليو. جاء ذلك في تعقيب للوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث ألقى عدد من النواب بيانات عاجلة بشأن مشكلة تزايد انقطاع التيار الكهربائي، مطالبين بإيجاد خطط وحلول بديلة لمواجهة ذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة ومزامنة ذلك مع امتحانات الثانوية العامة. وقال فؤاد أنه سيجرى عقد اجتماع بين كل من رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والبترول لتوفير الكمية المطلوبة من الغاز، وسيتم تدبيرها حتى تعمل محطات الكهرباء بكامل طاقتها للوصول إلى تقليل انقطاع الكهرباء، مؤكدا تعهد الحكومة بتقليل وقت تخفيف الأحمال قدر الإمكان اعتبارا من الأول من يوليو القادم. عودنا التواصل مع الدكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي. دكتور محمد تسمعني جيدا؟ اهلا وسهلا حضرتك فندم. دكتور محمد، بنتكلم عن فكرة الموارد الدولارية اللي هي مفتاح يمكن أساسي في هذا الملف، وتحدث عنه رئيس الوزراء اليوم طبعا في أكثر من مناسبة. كيف سيتم إدارة الموارد الدولارية في الفترة القادمة علشان يتم الالتزام بالهامش الزمني اللي تحدث عنه رئيس الوزراء، بنتكلم عن الأسبوع الثالث من شهر يوليو، أنه يتم حلحلة هذه المشكلة؟ هو بلا شك أي يعني حدوث هذه الأزمة بلا شك كان هدفها الأساسي أنها توفر حصيلة دولارية، لأنها دي المورد الأساسي واللي بيساعد بشكل أو بآخر على استيراد كل المستهلكات الخاصة في مجال الصناعة الخاصة في مجال عمليات الإنتاج، بتساعد المستوردين على إدماج بعض العمليات الإنتاجية في مصانعهم أو منتجاتهم، وبالتالي بيكون لها أثر طيب جدا على كل قطاعات الدولة. أنا ما بنتكلمش على قطاع بعينه، لكن كل قطاعات الدولة بتستفيد بشكل أو بآخر من هذه الحصيلة الدولارية. الحكومة بلا شك لديها اهتمام واسع جدا في توفيرها، خاصة في الفترة الأخيرة شفنا صفقة رأس الحكمة وما تلاها من صفقات، وبالتالي يوجد حصيلة دولارية كويسة جدا، وبالتالي الدولة بتبحث بشكل أو بآخر عن الإتاحة في الأيام المقبلة حتى يمكن مواجهة أزماتها، حتى يمكن مواجهة كل الضرورات أو الأمور اللي ممكن تطرأ بشكل أو بآخر، وبالتالي يكون عندها استعداد لمواجهة هذا الأمر. فأعتقد المرحلة المقبلة يكون في إتاحة بشكل كبير، لأن الدولة طرحت بشكل أو بآخر كل المشروعات، وبالتالي أيضا وثيقة سياسات ملكية الدولة كانت واضحة جدا للقطاع الخاص، وبالتالي دي كمحور أساسي جدا هيدي دافعة قوية جدا للقطاع الخاص أنه يزود عمليات الإنتاج، وبالتالي ممكن يكون في
بشكل او باخر على الاعتماد على الحصيله الدولاريه، فضلا عن انه الدوله ايضا لديها سياسات متوازنه جدا في مساله الطروحات الحكوميه او خلافها. فممكن يكون موضوع الإتاحة بالتنسيق مع البنك المركزي يكون متوفر في الأيام القادمة، وبالتالي أعتقد أنه مش هيحصل مشكلة بالشكل الكبير يعني. دي نقطة مهمة كمان يا دكتور، أنه حضرتك تطرقت لمسألة الاستثمار والمستثمرين، لأنه هي أكيد من ضمن التأثيرات لهذا الملف. لأي مدى الهامش الزمني اللي تم تحديده، لو هنتكلم على الأسبوع الثالث من شهر يوليو، يعطي يمكن طمأنة أكثر للمستثمرين أنه هذه الأزمة سيتم احتوائها في هامش زمني قصير نسبيا؟ خلينا نقول أنه الدولة قراراتها متوازنة في يعني الشهور الماضية بشكل كبير جدا، لأنه بنشوف حتى في قرارات متسارعة متوازنة جدا وبيكون لها أثر على القطاع الخاص بشكل أو بآخر. والهدف كله أنه أنت محتاجة تعملي طمأنة بشكل أو بآخر على القطاع الخاص الداخلي، وبالتالي بتبث روح الطمأنة الأوسع للمستثمر الأجنبي اللي هو النهاردة لديه تطلعات كبيرة جدا للمشاركة بشكل أو بآخر في مشروعات الدولة، المشاركة في كل العمليات الإنتاجية اللي النهاردة طرحها بشكل أو بآخر في كل قطاعات الدولة في كل ربوع مصر. وبالتالي اعتقد انه الدوله النهارده بكل قراراتها وطمانه السيد رئيس مجلس الوزراء، خاصه انه القرار النهارده مش بيصدر من وزير عادي ولا بيصدر من مسؤول عادي، لكنه بيصدر وبيكون في يعني تواصل بشكل جيد جدا مع صانع القرار ومع متخذ القرار. فبالتالي ده بيعطي طمانه اكبر للمستثمرين سواء كان على المستوى المحلي او المستوى الاجنبي. فبلا شك انه منذ فتره، ودي على فكره كل المؤسسات في تشهد مودس كلها بتشيد بشكل او باخر على قرارات الدوله في الايام الماضيه بشكل او باخر، لانه في طمأنة للمستثمر، في نوع من اعطاء الثقه لكل المستثمرين خاصه في كل القطاعات. طيب دكتور محمد، برضو مفتاح رئيسي تم الحديث عنه اليوم هو مساله الاعتماد على المازوت، ورئيس الوزراء اتكلم عن انه تقرر زيادة الاحتياطات الاستراتيجية من المازوت بمقدار 300,000 طن، بنتكلم عن 180 مليون دولار تم توفيرها في الحال، وانه نحتاج لمنتجات بترولية بقيمة مليار دولار بخلاف ال 180 مليون. حضرتك شايف الارقام دي ازاي كخبير اقتصادي في هذا التوقيت؟ لنا نقول انه نحن نعيش في مجتمع في مجموعة من الازمات، المجتمع الدولي بلا شك بيصدر ازمات الى المجتمعات الدوليه بلا شك. فكل التغيرات الجيوسياسيه اللي بشكل او باخر في الاونه القصيره الماضيه تاثر بشكل او باخر على كل تطلعات على موازنه الدوله، بتاثر ايضا على القرار. اي قرار النهارده موازنه تاخدها او بتاخد قرار بشانها بيكون في نوع من الطوارئ الخاصة بهذه الموازنة، ممكن يحدث تطورات جيوسياسية، ممكن تحدث حروب، فبالتالي بيأثر على المنبع الخاص بعمليات الانتقادات الخاصة بالمازوت أو بخلافه. فبشكل أعتقد أنه يعني هذا التوفير وتوفير هذا المبلغ الضخم جدا في هذا التوقيت هو نجاح بشكل أو بآخر للحكومة في هذا الوقت، أنه الحكومة وضعت سياسة متوازنة للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء، وبالتالي أعتقد أنه في إتاحة بشكل أو بآخر في الأيام القادمة. لكن على كل بنقول أنه ممكن يكون هذا المبلغ يكون له تأثير على الموازنة، لكن في عمليات إنتاجية بتتم وفي مشروعات الدولة بتسير فيها بشكل أو بآخر، وبالتالي في سياسات متوازنة سواء كان بتتعلق بسياسة أفقية أو رأسية، وبالتالي لا يوجد قلق في الأيام المقبلة بالنسبة لهذا الأمر. لكن توفير هذا المبلغ هو مثابة نجاح وثقة كبيرة جدا للحكومة في قطاعات الدولة. طب دكتور، فكرة تنويع مزيج الطاقة ظهرت وبرزت بشكل كبير في كل المنتديات الاقتصادية وحتى كل المحافل الدولية المتعلقة بالتغير المناخي وتداعياته، وهنا في مصر عندنا إمكانات كبيرة تم التركيز عليها في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة. ما الجديد في هذا الملف؟ كيف يمكن تسريع هذا الملف للوصول إلى تنويع مناسب أكثر في مزيج الطاقة عندنا في مصر؟ الحقيقة أنه ملف حيوي جدا، وأعتقد أن الدولة شغالة في هذا الملف بشكل باخر منذ عام 2018. لكن خلينا نكون صراحة أكثر، تكلفة التحول بشكل كبير جدا إلى الطاقة النظيفة أو الطاقة الخضراء والاعتماد عليها بشكل كبير جدا
في الايام المقبله ممكن يكون له كلفه كبيره جدا. لكن على المستوى البعيد انا اعتقد ان الدوله لديها سياسات متوازنه في هذا التوقيت، ولديها رؤيه واضحه في تنويع مصادر الطاقه، لان اي دوله النهارده لديها خطط في تنويع مصادر الطاقه والبحث عن مصادر جديده، لان كل المصادر القادمه ممكن يكون ليها مدى زمني، ممكن يكون لها تاثير سلبي في الايام القادمه. فبالتالي التنويع هو القضيه الحقيقيه والبديله جدا يعني الحفاظ على مكتسبات اي عمليات انتاجيه، الحفاظ على مكتسبات تطوير وتنمية الدولة. وبالتالي أعتقد أنه الدولة المصرية لديها رؤية في مسألة التنويع، لكن ممكن تكون الكلفة كبيرة، فبيكون الأثر الخاص بيها على المدى البعيد أعتقد أنه ممكن يكون إيجابي جدا على الدولة المصرية. أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد الكيلاني الخبير الاقتصادي على هذه المداخلة. انعقد الاجتماع الأول لمجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بكامل تشكيله من الأعضاء المنتخبين والمعينين، وذلك بمقر التحالف بالقاهرة الجديدة. وتم انتخاب كل من المهندس خالد عبد العزيز رئيسا لمجلس الأمناء، والدكتورة عهود وافي نائبا لرئيس مجلس الأمناء، والنائب محمد الجرحي أمينا لصندوق التحالف، والدكتورة مارغريت ساروفيم والسيد محمود فؤاد عضوين للمكتب التنفيذي للتحالف. وقد أصدر مجلس الأمناء أول قراراته بتكليف السفيرة نبيلة مكرم رئيسا للأمانة الفنية لتقوم بأعمال المدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. كما تم خلال الاجتماع مناقشة لائحة النظام الأساسي تمهيدا لإصدارها من الجمعية العامة للتحالف في ثاني انعقاد لها. من وقت تدشين التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وهو بيشتغل بخطة، خطة تقدر تغطي كل أشكال الدعم وتضمن وصول المستحقيه من خلال مؤسسات المجتمع المدني المصرية اللي شكلت التحالف. والنهاردة نقدر نقول إن التحالف الوطني في الست شهور الأولى بس من 2024 حقق نجاحات قياسية علشان يوصل لهدف التنمية المستدامة من خلال محاور التمكين الاقتصادي، الدعم الصحي، دعم التعليم، الدعم الاجتماعي، الدعم الغذائي والدعم النقدي. فوصل عدد المستفيدين من التحالف في الفترة دي ل 28,883,796 مستفيد في مختلف المحاور. التركيز الأول كان على التمكين الاقتصادي، لأن الأولوية كانت للأسر الأكثر احتياجاً علشان يضمن لهم التحالف مصادر دخل مستدامة تخرج بيهم من احتياجهم. فقدر التحالف يسلم 1483 أسرة مشروعاتهم التنموية المختلفة في 7 محافظات، ده غير مبادرة إزرع اللي بتدعم صغار المزارعين في أحلامهم وطموحاتهم. وبالتوازي التحالف ركز على المحور الاجتماعي اللي سد فجوة الاحتياجات الأساسية للأسر اللي كانت ناقصها بعض الاحتياجات، فتم الانتهاء من إعادة إعمار 384 بيت، ده غير تجهيز العرايس وتوزيع الأدوات الكهربائية والأثاث ووصلات المياه وغيرها. وشفنا كمان تنفيذ معارض للملابس وتوزيع الحفة وبطاطين ل 17,637 أسرة. بعدها كان الدور على الدعم الصحي، علشان تأمين صحة أهالينا هو اللي هيخليهم قادرين يقفوا على رجليهم من تاني. فشفنا تسليم 22,493 نظارة طبية وإجراء 70 عملية قلب و193 عملية عيون وتوزيع 273 جهاز تعويضي، ده غير تنفيذ القوافل الطبية بشكل يومي علشان يستفيد منها 698,510 مستفيد. التحالف كمان قام بدور الدعم الغذائي اللي كانت بتقوم بيه كل مؤسسة بشكل منفرد، بس مع وجود التحالف اللي نظم عمليات الدعم والتوزيع ضمننا الأمن الغذائي لعدد أكبر من الأسر. فشفنا الست شهور اللي فاتوا توزيع شنط غذائية ل 150,122 مستفيد، وتوزيع 561,935 وجبة سخنة، و 122,285 كيلو لحوم، و 165,388 كرتونة غذائية للأسر الأكثر استحقاقاً في محافظات مصر المختلفة. وعلشان نضمن الحياة الكريمة للأسر الأكثر احتياجاً، شفنا تنظيم لعملية الدعم النقدي لضمان استمراريتها، علشان الدعم النقدي يفضل مستمر بدون توقف وتقدر الأسر تبني عليه خططها. 15,232 أسرة تم دعمهم نقدياً، مع تسليم حزم النقد المالي والغذاء الشهري المنتظم ل 350,000 أسرة. ومع النجاح الكبير للتحالف داخل مصر، كان طبيعي إننا نشوف إن التحالف هو اللي بيقوم بالدور الأكبر لدعم أهالينا في فلسطين.
وده عن طريق إطلاق 5 قوافل لدعم إخواتنا، بإجمالي 2224 قاطرة محملين ب 45,000 طن من المواد الغذائية. ومع فرحة الناس في كل موسم، التحالف قدر يضمن أن الفرحة توصل كل بيت في مصر في المواسم المختلفة. ففي موسم رمضان تم توزيع حوالي 1,800,000 كرتونة غذائية، وحوالي 10,920,000 وجبة، و 2,236 طن للحومة. ده غير 13 منفذ للسلع المخفضة، وكمان 8,000 قطعة ملابس، وتوزيع الإعانات على 149,320 مستفيد. ده غير القوافل الطبية اللي استمرت طول رمضان، والتبرع بثلاث أجهزة طبية بقيمة 1,200,000 جنيه. وفي موسم عيد الفطر اتخصص لكل محافظة 20,000 علبة لحلويات العيد. وفي موسم عيد الأضحى مؤسسات التحالف وزعت الأضاحي على أكثر من 2,058,844 أسرة، وقدمت الدعم المادي ل 21,283 أسرة متعففة. أما في قوافل ستر وعافية، فالتحالف نظم 5 قوافل لإجمالي 100,000 مستفيد. كل ده ما كانش هيتم من غير هيكل تأسيسي للتحالف يضمن أن كل أشكال الدعم دي تستمر جوه نظام قادر يحافظ على المستوى الثابت لنجاح التحالف. فبعد إصدار السيد رئيس الجمهورية قراره بتشكيل لجنة مؤقتة علشان تقوم بكل الإجراءات اللازمة لتشكيل التحالف بشكل رسمي، قدرت اللجنة تستطلع الآراء من الجهات المختلفة وتحدد الآليات اللي هيبدأ بيها التحالف في المؤسسات اللي هتشكل التحالف في بدايته. وبعد صياغة اللوائح ومسودات الأهداف والاستراتيجيات، انتهت أعمال اللجنة بانعقاد أول جمعية عامة للتحالف بعد إصدار القرار الجمهوري بتأسيس التحالف بشكل رسمي وانتخاب 21 عضو لمجلس أمناء التحالف. وبعد القرار الجمهوري بتعيين 4 أعضاء إضافيين في المجلس، اكتمل التحالف الوطني في شكله الرسمي الجديد، واللي هيساعد التحالف إنه يبدأ يتحرك بشكل أقوى وأسرع على الأرض علشان يفضل دايماً ظهر وسند لأهالينا في كل مكان في مصر. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الجولة. تحياتي إنجي طاهر وتحيات فريق العمل، تابعونا دوما على شاشة إكسترا نيوز، التغطية دائما مستمرة. دمتم في أمان الله.